اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق والنار حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لموتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا
سابقين. اللهم ارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية قد واراه التراب. اللهم اجعل قبورهم روضات من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، من لنا يا إلهنا يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال أهل الندامة، وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة يوم الحسرة والندامة. إلهنا لا تصرفنا من هذا المسجد إلا وقد صرفت ذنوبنا. إلهنا وخالقنا ومولانا، نسألك أن تقول لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. إلهنا نسألك أن تقول لنا عبادي رضيت عليكم. إلهنا نسألك أن تقول لنا قد رضيت عليكم. اسألوني ما شئتم فلن أرد سائلكم. اللهم إنا نسألك سؤالا واحدا، أن تجعلنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وقرابتنا وعلمائنا ومشايخنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى في الجنة. اللهم ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع راية الجهاد والدين، وانصر اللهم المستضعفين المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم مكن لهم العزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم تول أمرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم عليك بمن عاداهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة
واجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.